قناة الشيخ لحسن سليماني تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبعد، فهذه حلقة من ضمن حلقات سلسلة كنوز الحكمة، مواصلة لما كنا قد بدأناه في الحصص الماضية. نقول وبالله التوفيق. قال إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة من عنده في كتاب الرقائق أو كتاب الرقائق، قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فأورد فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ويقول ابن عمر رضي الله عنهما بعد ذلك: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. يعني أن ابن عمر رضي الله عنهما تلقى الدرس وأخذه على المأخذ اللائق به، وحمله على محمل الجد، وفهمه واستوعبه رضي الله عنه وأرضاه. كيف لا وهو ذلكم الصحابي الجليل ابن خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أحد علماء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخو أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها. فإذا هو من العلماء، وهو من أصحاب المعرفة، زيادة على كونه عرف رضي الله عنه وأرضاه بشدة التأسي بالمصطفى صلى الله عليه وسلم في كل شؤون حياته، معروف بشدة الاقتداء والتأسي واقتفاء الآثار وتتبعها والتقيد والالتزام بها رضي الله عنه وأرضاه. فلذا لما حدثه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، حيث قال له بعد أن أخذ بمنكبه، في ذلك جذب للاهتمام، في ذلك شحذ للهمة، في ذلك نوع من التلطف مع المخاطب، فأخذ صلى الله عليه وسلم بمنكب ابن عمر وقال له: كن في الدنيا كأنك غريب، أي كن ما حييت، كن ما عشت في هذه الدنيا مهما طالت حياتك فيها، فكن كما لو كنت غريبا بين ظهران أناس غرباء، تقيم بين ظهرانيهم، تعد العدة للعودة إلى موطنك الأصلي، تحس أنك في غربة، تحس أنك في وحشة، تحس أنك كأنك في عزلة، لكونك تعيش بين أناس لا تمت لهم بصلة، لا تربطك بهم أي علاقة. هذا هو حال الغريب بطبيعة الحال. فهو دائما يترقب اليوم الذي يترقب اليوم الذي يعود فيه إلى موطنه. فكذلك كن أنت في الدنيا تترقب اليوم الذي تعود فيه إلى مأواك ومثواك الأخير، إلى مكان، إلى محل الاستقرار، إلى محل الإقامة الدائمة. أما هذه ما هي إلا نقطة عبور، فاعطها ما يليق بها، خذها على هذا المأخذ، على أنها مجرد نقطة عبور ليست نقطة استقرار، فاعمل فيها كأنك راحل عنها في أي وقت، فمعد العدة. لذا قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فماذا نقول عن عابر السبيل إذا قلنا هذا الكلام عن الغريب؟ فنفس الشيء، عابر السبيل يأتي إلى منطقة ما وهي في طريقه، قادم من بعيد ومتجه إلى بعيد، وفي وسط الطريق وفي أثناء الطريق يمر بمناطق متعددة لا يولي لها اهتماما، لا يعيرها أي عناية، لأنه لا يريد، ليست هي منطلقة وليست هي مأواه، بل يمر بها في طريقه فقط. فنفس الشيء أنت أيضا في هذه الدنيا كن على نفس النمط وعلى نفس المنوال،
عابر سبيل، ما أنت في هذه الدنيا إلا عابر سبيل فقط. ففي هذا توجيه نبوي سامي للإنسان حتى لا يتشبث بهذه الدنيا، وحتى لا تكون كل اهتماماته منصبة نحوها وتحصيلها، فلا ينبغي أن تكون دنياك على حساب أخراك. فالذي أمكنه أن يجمع بينهما معا، بين الدنيا والآخرة، فما شاء الله نعمة المطية. الذي تعذر عليه ذلك فلتكون أخراه على حساب دنياه وليس العكس. ليس أن تكون الدنيا هي المأمل وهي المأوى وهي المتشبث وهي كل شيء، لا، بل العكس، تكون كل عملك منصب نحو تحصيل جوائز الآخرة، تحصيل الاستقرار وتحصيل السعادة وتحصيل الأمان، تأمين نفسك فيما أنت مقبل عليه. فمن أجل هذا قال له صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو كأنك عابر سبيل. فكل من الغريب وعابر السبيل، كل واحد منهما لا شك أنه لا يولي عظيم اهتمام للموطن الذي هو فيه، سواء استقر فيه مؤقتا وهو ينوي العودة، أو مر به في طريقه نفس الشيء فلا يوليه عناية، لا يجعل في نفسه كأنه يريد فيه الاستقرار الدائم، مع أنه يعلم أنه مواصل رحلته. فكذلك أنت في هذه الدنيا. عبد الله بن عمر استوعب الدرس، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فهم المقصود فعمل بمقتضاه، فلذلك كان رضي الله عنه وأرضاه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. إذا مد الله عز وجل لك في العمر حتى أدركك المساء فلا تنتظر الصباح، توقع أنك في تلك الليلة مغادر لهذه الدنيا. وإذا مد لك في العمر أيضا حتى أدركك الصباح فلا تنتظر المساء، اعتبر أنك قد لا يدركك المساء. ولهذا يحكى أن أحد السلف كان يمتنع عن أن يؤم قومه، فذات مرة ألحه عليه وبعد إلحاح شديد منه قال لهم: سأصلي بكم هذه الصلاة الآن، ولكن لن أفعل فيما أستقبل من الصلوات. قالوا: نحن أصلا لن نقدمك لغير هذه الصلوات بعد هذا. لماذا؟ لأننا ما كنا نتوقع منك أنك تحسب للصلوات القادمة، كنا نعتبرك في كل صلاة تصلي صلاة مودع، وتعتبرها أنها آخر صلاة تصليها في هذه الدنيا، إن أدركتك أخرى فكلام آخر، إن لم تدركك عملت في تلك التي مضت عمل مودع، هكذا كنا نتوقع منك وهكذا كنا نظن بك. فلما ظهر لنا منك ما يدل على طول أملك وطول تشبثك بالدنيا حتى تحسب للصلوات القادمة حسابها، فإذن أصلا لم تعد كما كنا نظن عنك، كأنهم يقولون: خيبت ظننا فيك فلن نقدمك بعد هذا. فإذا المعنى هنا قال: إذا أمسيت، هذا كلام ابن عمر، وهو كلام جميل، كلام ثمين، ينبغي للمسلم أن يأخذه ويستفيد منه. بعد أن سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم صار يقول هكذا: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك. يعني أنت الآن في صحة وعافية، فخذ من هذه الصحة واستثمرها علك تستدرك ما قد يفوت بسبب المرض، بمعنى يكون هذا الوقت الذي من عليك فيه بالصحة والعافية عامر زاخر بالطاعات وبما يرضي الله تبارك وتعالى، لكي إذا جاء وقت آخر حال بينك وبين أمور كنت تترقبها لم تقدر عليها، تجد أن في حسابك مدخرات، في حسابك مدخرات من ماذا؟ من الثواب، في حسابك مدخرات من الأجور، هذه الكنوز التي لا تنفع. نعم، وخذ من حياتك لموتك، يعني اقتطع من حياتك هذه أوقاتا وعمرها بما يرضي الله تبارك وتعالى، كي تجعلها مدخرات تدخرها لموتك، لأنك هنا تعمل وهناك لا تعمل، هناك تصير حبيس أعمالك، رهين ما كنت قد قدمت في دنياك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.